السؤال الأول تسأل عن العطور المنتشرة حاليا والتي يقال أن فيها نسبة من الكحول، هل يجوز استخدامها أو لا؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأطياب والمستحضرات الطبية إذا كان فيها نسبة من الكحول فإنه ينظر، فإن كانت هذه الأشياء يسكر كثيرها، لو شرب منها شيء كثير فإنه يسكر، فإنها تكون حراما ونجسة، قليلها وكثيرها. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثير فقليله حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، كل خمر حرام. أما إذا كانت هذه الأمور لا تسكر، لو شرب منها لا تسكر، فإنها لا تحرم، ولكن تجنبها احتياطا أحسن وأتم. نعم.